هي نجمة موهوبة جدا، لكن كان في خبر غريب جدا في الجرايد من يومين انها اختاروها كاجمل وش 10 دكاترة تجميل. تجميل اختاروا وشها كاجمل وش. طب ده الوش بس، هي يا رب فرحت بكده ولا لا؟ نشتغل معاها في الجمال، يمكن نوصل لناس معاني اخرى واعمق ومختلفة. معنى الجمال ومعنى الجمال. اهلا بيكم واهلا بيك يا منى، نورتينا في الصفحه. ميرسي يا استاذ محمود، واهلا بكل المشاهدين، كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه، ربنا يخليكي. واقول لك حكايه لطيفه انت يمكن ما تعرفيهاش او عندك فكره عنها، بس ان احنا اخترنا لك النهارده الجمال لان في 10 دكاتره متخصصين فقالوا ان انت وشك في مقاييس الجمال. انت بشكل عام يعني مش بس وشك، حسيتي بايه لما حركتني؟ لا حسيتي بايه لما حسيت انها حاجه غريبه يعني. ما بحسش كده طبعا خالص، يعني بحس ان ممكن يبقى فيها حاجه كويسه. لا ده قالوا ده 10 دكاتره متخصصين، يعني مش حاجه براكي خالص، يعني عملوا دراسه كده في الوجوه وقالوا ان احسن وجه فيه مقاييس الجمال وش منى زكي. سبحان الله. تعبتي احمد في الحكايه دي خالص؟ اصابك برضو الغرور، برضو حكايه حلوه والله. ابدا، لاني ما صدقتهاش. يعني مش ما صدقتهاش، بس حسيت انها. طب حاولتي تتصلي باي دكتور من الدكاتره دول تساليهم مثلا ايه الحكايه دي وايه اللي في وشي وايه اللي؟ لا خالص. ولا قريتي خبر زينا في الجورنال؟ لا خالص، لان يعني ممكن يكون في ناس شايفين كده، وبعدين دي نسبه ناس محدوده مسؤولين يعني. ما زال متخصصين مش طبعا. طبعا متخصصين. واكيد الواحد يحب يعرف برضه ايه اللي عجبهم، يعني عجبهم عينيا مناخيري بقي برضه تشتغلي بيها، لانك انت ممثله، فكل ما تعرف ان فيكي مواطن جمال معينه انت بتعمليش كده. بس لا، انا بيتهيالي ان الممثل جماله الحقيقي في احساسه، مش في اي حاجه تانية، وفي عينيه طبعا، لان المفترض انها تبقى اهم حاجه بتوصل الاحساس. مش كده؟ هنسألك في الجمال كتير، بس قبل ما نوصل لمرحلة الجمال والأسئلة اللي حطيتها الدكتور يحيى، هنبدأ معاكي بشريط الذكريات اللي أنت جبت لنا فيه صور قليلة جدا، من واضح إنك كسولة جدا. على فكرة كنا عايزين منك صور كتير. أنا ممكن أقول لك، هو مش أنا أحمد اللي إداكوا الصور، مش أنا كمان. طيب ليه كده؟ إيه؟ ها ها، أم وكده وبشتغل وكده يعني ورايا حاجات. بس دي امرأة عاملة. امرأة عاملة وتعول. بالظبط. طب هنبدأ بالشريط، بس قبل ما نحط الشريط على الشاشة اسالك، انت من عادتك تقطعي صور ما بيكرتيها؟ لا خالص. يعني ممكن يبقى في درج بيتك صوره لحد بتكرهيه؟ طبعا. ما بحبش اقطع الصور، بالعكس بتبقى ذكرى. احيانا الناس ممكن ما تفتكرهمش، ما تفتكرش انت صورت فلان ده ليه، او كنت تعرفه منين اصلا. بتلاقي صوره كده مش عارفه اصلها بس خالص. بسيبها للذكرى، ورا يمكن في يوم من الايام افتكر يعني. بتصوري ليلي كتير بنتك؟ انا واحمد، او احمد اكتر مني كمان. يعني انا بحاول اثبتها له وهو اللي يصور، عشان ما بتسمعش الكلام قوي في انها تثبت يعني. بتشوفي صور صحابك اللي بقالك فتره ما بتشوفهمش؟ تدوري على صورهم وتشوفيها؟ طبعا. والله؟ طبعا. يعني مثلا واحده صاحبتك بقالك زمان ما شفتهاش، فتبقى وحشتك فتدوري على الصوره وتشوفيها؟ لازم. تعملي كده؟ واقعد ابص في صوري كتير، وصور اهلي وقرايبي واصحابي. بتحبي صورك الشخصيه انت؟ لما ابقى لوحدي ما بحسش انها انت يعني بتجذبني قوي، زي لما ابقى متصوره في وسط ناس يعني. لا، الصور اللي بتتصوريها في المجلات وبتملى المجلات وجرايد واغلفه وبتاع، اللي بيصورها لك المصورين الكبار، يعني ابص كده بسرعه واقول تمام، تسلم ايديك وكده. في صوره في حياتك ما بتقدريش تنسيها من ساعه بقيتي نجمه وبتتصوري صوره معينه حبيتيها قوي؟ في، بس مش لوحدي، هي مش معاكي ناس. طبعا. نشوف الصور بقى بتاعتك، ونشوف الصور اللي معاكي ناس فيها، وهتعلقي معانا. هنبدا اهو منى وهي صغننه. منى صغيره. لندن دي، ده الكويت دي، دي امريكا. انت عشت في الكويت وفي امريكا؟ وقعدت سنه في دار التربيه. دي مدرسه دار التربيه. في العجوزه. دي في العجوزه. ما الذي لا يعلمه المشاهدين ان يمكن منى زكي بتلعب كوره وهي صغيره. بلعب كوره. مسترجله. وده معهد العيال اللي فيهم المسرحيه طبعا. وده محمد صبحي طبعا. وده جواز، يا سلام على الاحضان، يا عيني يا عيني يا عيني. وده انت برج العقرب. يا عيني. لبنان برضو ليكي غرام فيها. بتحبي كلاب جدا؟ مسرح الماس. الماس
احمد زكي سعاد حسني ده احمد والشمع. بتحب الشمع يا منى؟ جدا. عندي لسه بتقولها حابه تقولها شمع انت واحمد كده تحطوه في البيت كده وتعملوا كده ولا لا؟ هو هي دي حاجه انا بعملها في العموم بغض النظر، يعني انا بحب الشمع اللي ريحه وفي حاجات بتبقى الشمع ده شيء من الرومانسيه، يعني حاجه جزء من الرومانسيه مش كده ولا انا مثالي؟